الإعلاميين لازم، ضد الحكومات لازم، ضد التهميش لازم، ضد الإقصاء لازم، نازل يا منازل لازم. باسم المنتدى المغربي للمواطنة حقوق الإنسان وكذلك الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، يعني اليوم ينضمان هاد الهيئتان وقفة احتجاجية وتضامنية مع الأستاذ هشام الهواري، وهي وقفة تضامنية مع جميع الأساتذة الشرفاء وتضامنية مع جميع الحقوقيين المستميتين على الدفاع على مطالب الساكنة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمناطق اللي كيتواجدوا فيها ومن داخل الإطارات اللي هما كينضلوا فيها. فاليوم أننا نجدد إضافة لتضامننا مع هشام الهواري ومع كافة الحقوقيين والأساتذة، نجدد بالمضايقات والحيف اللي كيتعرضوا ليه هؤلاء الحقوقيين، كيتعرضوا ليه الأساتذة في واحد المجموعة ديال المدارس، واحد المجموعة ديال الإعداديات والثانويات، في الحركة الانتقالية ديالهم في واحد يعني مستهدفين بواحد الشكل قوي بمدينة تارودانت. وكانت ملي كنقولوا قوي أنه كانت محطات كثيرة مرات على ساحة إقليم تارودانت، خاصة أمام نيابة التعليم، محطات نضالية تنديد بنفس المضايقات والأسباب اللي كتأدي لهذا الاحتقان والاحتجاج. فما كيمر شهر والا وكان احتجاج امام نيابه التعليم من الاساتذه المتعاقدين، الاساتذه اللي كيتمسوا في الحقوق ديالهم داخل في اطار الوظيفه ديالهم، الاساتذه اللي هما يعني مستهدفين بواحد الشكل قوي كما مروا الناس اللي قبل. فاحنا اليوم ما غاديش يتخلاو على هاد الاساتذه وعلى الحقوقيين كاملين، فكلنا يد واحده لاجل التنديد بمثل هذه الممارسات، وعلى الجهات المعنيه ان يعني تراجع نفسها وترفع الحيف والضيق على الاستاذ هشام الهواري وعلى كل الاساتذه والانصاف ديالهم. وشكرا لهيبه بريس. لا تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسوش ديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.